الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. رجح عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق محمد الشبكي تأخر تشريع الموازنة داخل البرلمان، مبينا أن الكثير من الوزارات لم تحسم موازناتها فضلا عن الحسابات الختامية. وقال الشبكي أن الحكومات لم تقدم حسابات ختامية للأعوام المنتهية، مبينا أن الموازنة لا تتوقف على أعداد هذه الحسابات، إضافة إلى أن هناك إشكالات ستحدث في موازنة عام 2022، وبيّن أن الكثير من الوزارات لم تنجز موازناتها بنسبة 100%، وبالتالي فإن الموازنات غالباً ما يتم تدويرها وترحيلها للعام الجديد بعد أن تتم معالجتها وإعداد الحسابات الختامية في حال تم إنجازها. أفادت هيئة المنافذ الحدودية بضبط شاحنتين تحتويان مادة ممنوعة من الاستيراد بمنفذ الشلامجة جنوبي العراق. وذكرت الهيئة أن مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من ضبط شاحنتي براد خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وأضافت أنه من خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الجمركية المنجزة من قبل مركز جمرك الشلامجة وختمها من قبل المحجر البيطري تبين وجود مادة بيضة تفقيس برتغالي المنشأ الممنوع من الاستيراد حسب الرزمانة الزراعية. وقعت تركيا والسلفادور 6 اتفاقيات تعاون عقب مباحثات الرئيسين رجب طيب أردوغان ونجيب بوكيلة في العاصمة أنقرة. ووقع البلدان اتفاقية تعاون تجارية واقتصادية بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد التعليم العالي لجمهورية السلفادور المتخصص في التعليم الدبلوماسي. كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم من بين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق وحكومة جمهورية السلفادور. انتقد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو الأمريكية مقابل 69 مليار دولار. وقال رئيس البنك الدولي إن هذه الصفقة تمثل قرارا استثماريا مشكوكا في صحته في وقت تعاني فيه الدول الفقيرة لإعادة هيكلة ديونها ومكافحة جائحة كورونا والحد من الفقر. وقال مالباس إنه يتعين توجيه المزيد من رؤوس الأموال للدول الفقيرة. هذا ودعا رئيس البنك الدولي الدول الأكثر ثراء في مجموعة 20 إلى تقديم مزيد من إعفاءات الديون للبلدان الأقل نموا في العالم والمؤهلة للحصول على قروض بدون فوائد. وقال مالباس أن الديون المستحقة باتت مهولة وقد أصبحت مشكلة مربكة. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كتاب الموجز برعاية الله.